يا صباح الخير على كل المصريين. بنبتدي معاكم يوم جديد النهارده الخميس 20/10/2011. يا رب يكون يوم جميل وفي اخبار يعني سعيده تسعدنا وتسعد كل المصريين في كل مكان. بنصبح على كل مشاهدي شبكه انتي ان وطبعا كل مشاهدي ناين لايف. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا فادي. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير على كل الناس اللي متابعينا. حلقه جديده من نهارك سعيد. عندنا فقرات كتيره يا رب تعجبكم. هنحاول نتابع معاكم اهم الاحداث اللي بتشغل الراي العام واللي بتشغل الشعب المصري اذا كان في الصحافه او اذا كان هنروح فين او جايين منين. فدي هتكون فقراتنا النهارده. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل حتة. يا رب صباح دايما كله حرية وثورة كده. يمكن أبرز خبر لفت نظري النهاردة الصبح أنه الألمان بيعملوا مظاهرات وبيقولوا شكرا لمصر، ومظاهرات وول ستريت بيكلموا المصريين على الفيسبوك يسألوهم يعملوا ايه في الثورة عندهم. فاحنا الحمد لله عادينا الدنيا بجد. تحيا مصر. جميل. فكرة مش بس ألمانيا، ده في أكتر من 1000 مدينة على مستوى العالم. بالضبط. أثرنا الثورة في كل حتة. نتمنى كل خير ونهاية أسبوع سعيدة يا رب على الناس كلها. ونبتدي نشوف بقى الدنيا يحصل فيها ايه. خلاص فاضل بالضبط يومين وتقفل باب ترشيح للانتخابات مجلس الشعب. نتمنى نشوف تطورات إيجابية الفترة اللي جاية. معانا حلقة يمكن تقيلة شوية، لكن هنبتدي طبعا بأول فقرة عناوين الصحافة. هيكون معانا أستاذة مادي الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق في أولى فقراتنا بعد الفاصل. كمان هنتكلم النهاردة عن عيد العلم، وأعتقد أن في حاجات كتير قوي عاملين لها عياد. متهيألي العلم كمان يستحق أكتر من يوم وأكتر من احتفالية وأكتر من عيد. النهاردة هيكون ضيفنا دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية، ودكتور محمد عبد الصمد مؤسس عيد العلم. هيكون عندنا فقرة خاصة النهاردة مع دكتور هشام الشريف الكاتب والمفكر. نشوف كده رؤيته للأحداث اللي احنا بنمر بيها بمصر بعد 9 شهور من الثورة المصرية. عايزين نشوف ونقيم كده، نشوف احنا رايحين فين، وصلنا لإيه، الانتخابات، الفلول، تصريحات من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين أو يعني التيارات الإسلامية المختلفة بأن هم ياخدوا 60%، لا كانوا 35 الأول. تعالوا كده نقعد بهدوء ونشوف الوضع رايح فين أو احنا وضعنا إيه اليومين دول. ودي هتكون فقرة معانا النهاردة في نهارك سعيد. ده غير ان احنا هيكون معانا فقرة مهمة جدا تتعلق بكل المصريين، فقرة عن الضرائب. هنتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالضرائب وضريبة المبيعات. هيكون معنا دكتور حسن عبد الله علي سالم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية. هنتكلم معاه بالتفصيل عن مشاكل الضريبية والقوانين الضريبية الحالية واللي جاية علينا. أعتقد فقرة تهم الناس كلها. كمان هيكون معانا فقرة عن الغذاء، ودي كمان أعتقد هتكون مهمة جدا لأنه احنا سمعنا من فترة قصة اللانشون وسلامة الغذاء والمواد المسرطنة اللي موجودة فيه. واحنا طبعا فترات مدارس وفي استهلاك جامد جدا بيحصل للسلع الغذائية، وتحديدا طبعا اللي هي المواد الغذائية اللي بتتحط في السندوتشات والحاجات بتاعت المدارس. فأفتكر انه هيكون يوم فيه مجموعة كبيرة جدا من الفقرات. نروح لفاصل ونرجع نبتدي اولى فقراتنا النهارده معاكم في نهارك سعيد، وهي عناوين الصحف او الصحافة. خليكم معنا.